أين المنادون وإماما ومسموما. رحمك الله ابن فايز، صور هذا المشهد. يقل أنا ما قلت لك يا وارث علوم النبوة، ابويا اقطع ولا تواصل عديمتها المروة. اياك تاكل زاد جعديها العدوة، خفنا ومنها ما يا سلمنا يا ولينا. قال لي أنا شربت السام قبل الساعة مرار، ولا شفت مثيل هالحرارة عشر معشار. خويا الماي من لي شربته ينقلب نار، يقطع الكبد مثيل أمواس السنين. عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء، فبينما هما كذلك وإذا بالباب تطرق، صاح الإمام الحسن أخي حسين نحي هذا الطشت جانبا، أخاف على قلب أختي زينب. الله يا فخر المخدرات، يوما بيوم يوما ترين طشتا فيه دما عبيطا لأخيك الحسن. ها أقول له لا، ويوم آخر ترين طشتا آخرا ولكن فيه رأس الحسين. آجركم الله، أوصاه بجميع وصاياه، قال أخي أبا عبد الله إذا أنا متغسل لي وحنطني بفاضل حنوط جدي رسول الله، فإن له من كافور الجنة، وكفن لي بفاضل كفن جدي رسول الله، وضعني في سريري وتقدم للصلاة علي، ثم عرج بي على قبر جدي رسول الله لكي أجدد به عهدا. واعلم يا أخي إن القوم يجدون في منعكم، فبحقي عليك لا تهرق في أمري ملو محجمة دما. وهي الرواية ينقلونها أبناء العامة. آجركم الله، فلا زال على هذه الحالة حتى عرق جبينه وسكن أنينه، وقرأ سورا من القرآن، ومد رجليه وأسبل يديه، ونادى ولمثل هذا فليعمل العاملون. أطبق فاه وفاضت روحه المقدسة. أين المنادون وحسنا، أين المنادون ومظلوما. أخذ الإمام الحسن عمامته من على رأسه ووضعها على الأرض وشبك بعشر أنامل على رأسه ونادى وأخاه ومسموما. قام الإمام الحسين بتجهيز الإمام الحسن، وضعه على المغتسل، كان معه العباس وهما يغسلان الإمام الحسن. فلما انتهوا من تغسيله وتحنيطه أدرجوه في أكفانه، ثم وضعوه في سريره، وجاءوا به نحو قبر رسول الله. وخرج مروان بن الحكام وعمر بن العاص والمرأة، ومنعوا الإمام الحسن أن يدفن عند جده رسول الله.
وفي نقل آخر عن مناقب آل أبي طالب رميت جنازة الإمام الحسن بالسهام واللبال 70 سهما أصيب ذلك الجثمان الطاهر. أيوا إماما، أيوا مسموما، شالوا الجنازة والودي عتصيح يا حسين رحمك الله أبو يوسف بجنازة المسموم ريض يا ضي العين ريض يا أبو سكنة بجنازة حلو الأطباع أمر وبتابوت على مكسورة الأضلع وخلى على الرضايا وخلى نجدد ودع وقف يا خويا ذابت قلوب النساء وسيداه عرج يا ابو ريض يا ابو سكنة بنعاية اشحل والجهامة ونشروع لتابوت المشاة اكرها لعمة سافروا الجفن عن وجهه اتودع اليتامة ودعتك الله يا حسن هالسفر لاوى عرج على قبر البتوه اولى ابن عشبنها وقبر يا خويا اهلا تحفر بعيد عن دفنا بكترها بلجتي يهون حزنها ودعتك الله يا حسن هالسفر لاوه وينك ابن فايز قال شالوا الجنازة واقبل اتذيك العدوة تنادي عليهم يا أهل بيت النبو لا تدفنون الحسن أن فيها البيت قوة ردوا بسلامتكم قبيل يعداكم الله وسيدا اسمع حكيها وشمرايا أردانه العباس وقالها يا بنت الأول لي سيس سمعي كلامي ويسمعي الحاضر من الناس لازم وقاي على أولي يا تحصل اليوم